مهم جدا موضوع الجماهير وشاغل الناس جدا. دكتور اشرف صبحي اخر حاجه اتقالت طبعا وزير الشباب والرياضه قال النهارده ان مباراه الاهلي والزمالك المقرر ليها يوم الجمعه اللي جايه في نهائي دوري ابطال افريقيا هتقام بدون حضور جماهيري، وده كان في فعاليات ندوه نبذ التعصب جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا. قال كمان ان نهائي افريقيا طبعا هيكون لاول مره بين ناديين مصريين، وقال ان اداره الكره في مصر نجحت ان هي تنقل المباراه لاستاد القاهره بسبب تداعيات فيروس كورونا، وبعد اتفاق اتحاد الكوره مع نظيره الافريقي مش هتحضر جماهير المباراه، لكن المباراه طبعا هتتم اذاعتها ارضيا ومش هيتم غلق المقاهي زي ما كان بيتقال الايام اللي فاتت، لا مفيش غلق المقاهي يوم المباراه. شاغل جدا الناس موضوع الحضور الجماهيري، ودايما لما بقول احنا كلنا فخورين ان احنا نكون جزء من الحدث ده، اكيد نفسنا ان احنا نبان قدام العالم كله بشكل حضاري ويكون في جماهير من الفرقتين، واكيد حضور الجماهير يا احمد بيبقى بيدي روح اكتر للمباراه، ده كلام ما فيهوش شك. ولكن يعني انا هسالك برضو عن رايك، بس لو فكره كورونا وانه الفيروس زي ما في يعني ناس بتقول ممكن يكون في موجه تانية او كده، اكيد سلامتنا اولا، يعني ده مهم جدا. ده حقيقي برضو. انا متفق معاك في دي، ومش بس فيما يتعلق بالحضور الجماهيري في المدرجات في الاستاد، لكن انا كمان هو خدي بالك اليوم ده هتلاقي اليوم ده بيحب اللمه زي ما بيقولوا، ومن قبل الماتش بساعتين ثلاثه هتلاقي الاصحاب متجمعين، وهتلاقي العائلات يعني لسه مش عارف صراحة، بس يعني ممكن اتفرج في القناة هنا، ممكن لو يعني في إمكانية وفتحوا، لأنه أنا لغاية آخر لحظة شايف إنه موضوع الجمهور ده ممكن يبقى قابل، يبقى فيه استجابة يعني. نتمنى إن كلنا نروح الاستاد، فنتمنى يبقى في الاستاد طبعا، بس ممكن مع العيلة وممكن مع الأصدقاء، بس في جميع الأحوال هيبقى يوم لمة، يوم ناس هتتبسط فيه، يوم ما بيتنسيش، يعني يوم الجمعة اللي جاي ده هيبقى من الأيام اللي هتقعد في الذاكرة لسنين جاية طويلة جدا. نتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون فرحة لونها أحمر ويكون أهلاوية، بس أنا مع خلي بال حضراتكم لأنه الأيام اللي إحنا فيها صعبة جدا، وأيا كان التجمع فين، في بيت، في نادي، في ملعب، في ساحة شعبية، في قهوة، في كافيه، يعني أيا كان مكان التجمع سلامتكم أولا، خدوا بالكم لأنه اليومين دول في انتشار في العالم كله مش بس في مصر لفيروس كورونا، ونتمنى طبعا السلامة للجميع.